لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. دكتور، انتقدت هيئة علماء المسلمين التعديل الجديد لقانون الجنسية في الهند، ما أثر وانعكاسات هذا القانون على المسلمين هناك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نتحدث عن الآثار فلا بد أن نقول أنها هذه السنين الأخيرة يتعرض فيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إلى حرب إبادة بما تعنيه هذه الكلمة من معنى، وهي حرب عالمية ضد الإسلام والمسلمين، وما يحدثه مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا هو ليس بضعف مادي، وإنما القضية والموضوع في قضية التفرق، تفرق الأمة وضعفها قلبيا. ما يحدث اليوم في الهند هو امتداد لسلسلة طويلة وعريضة من الانتهاكات، سواء كانت في الهند تحديدا أو فيما يجاورها فضلا عن البلاد الأخرى، ولكن رأينا كيف تعرض المسلمون في بورما وفي الصين، في تركستان الشرقية، وقبل مدة وجيزة في الهند في البنجاب. الأثر لهذا القانون اليوم هو قضية إبادة واستبعاد لهؤلاء، هذه الطائفة، هذه الديانة، الذين هم يشكلون يعني عنصر أساسي من الشعب جمهورية الهند هنالك، ولكنها كما قلنا هي قضية إبادة وقضية إقصاء كما قاموا بإقصاء غيرهم في أماكنهم. دكتور، كيف يمكن تقييم تعامل المجتمع الدولي مع القانون الذي يهدد ملايين المسلمين في الهند؟ يعني يفترض بالقانون الدولي أو المجتمع الدولي على الأقل للمنظمة الأممية أن تكون مناصرة للشعوب المستضعفة، حينما يتعرض شعب من الشعوب أو أمة من الأمم إلى نوع من الانتهاكات، فيفترض أن تكون المنظمة الأممية هي الراعية لحقوقهم المدافعة عنها. لكننا رأينا هنالك ازدواجية في المعايير لتعامل هذا المجتمع الدولي للأسف مع قضايانا، ولا سيما قضايا المسلمين. رأينا هذا المجتمع يغض الطرف عن كل الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون، وبما فيها الاحتلال الذي تعرضت له بلادنا في العراق، واحتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، والمذابح التي ارتكبت في أكثر من مكان، وكما ذكرت قبل قليل منها في بورما، وفي التي تجري على قدم وساق الصين، وأيضا التي جرت قبل مدة وجيزة في الهند في البنجاب وغيرها. المجتمع الدولي للأسف ساكت، وهذا السكت وسكوته هذا هو فيه نوع من المشاركة في هذه الجرائم. نعم، انطلاقا مما ورد في بيان الهيئة، ما هي الآليات الممكنة لتوحيد الموقفين العربي والإسلامي سواء على مستوى الحكومات أو الشعوب لمواجهة مثل هذه الإجراءات ضد المسلمين؟ يعني هي الآلية تبدأ بالتوحد، بأن يكون هنالك إرادة لهذه الدول، هذه الحكومات العربية والإسلامية، أن يكون لها إرادة مستقلة للوقوف في وجه مثل هذه القرارات ومثل هذه الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب الإسلامية. فإذا ما كان هنالك إرادة فالأمر سيكون بعد ذلك أمر هين كما يقال، أو الوسائل التي يمكن أن تتاح لهذه القيادات وهذه الحكومات في الضغط على هذه الحكومات التي تنتهك أو تقوم بالانتهاكات أمر يكون له أكثر من وسيلة وأكثر من طريقة. شكرا جزيلا لكم. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.